نوري، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا أهلا وسهلا، صحبة كنتم وأهلا، ولنقل للجهل مهلا، ذاك حفل الناجحين، ذاك حفل الناجحين. ألف مليون مبارك، ربنا زدهم وبارك، كلكم في المجد شارك، نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. عظماء في الذاكرة، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. هو فقيه ومحدث مسلم، ورابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي. اشتهر بعلمه الغزير وحفظه القوي، كان معروفا بالأخلاق الحسنة كالصبر والتواضع والتسامح، وقد أثنى عليه كثير من العلماء، ومنهم الإمام الشافعي رضي الله عنه، والذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، إذ يقول: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. اشتهر ابن حنبل بصبره على المحنة التي وقعت به، والتي عرفت باسم فتنة خلق القرآن، وهي فتنة وقعت في العصر العباسي في عهد الخليفة المأمون ثم المعتصم والواثق من بعده، إذ اعتقد هؤلاء الخلفاء أن القرآن مخلوق محدث، وهو رأي المعتزلة، ولكن ابن حنبل وغيره من العلماء خالفوا ذلك، فحبس ابن حنبل وعذب عذابا شديدا، ثم أخرج من السجن وعاد إلى حلقات العلم والتدريس بعد أن منع منهما لمدة طويلة. مولده ونشأته. ولد أحمد بن حنبل سنة 164 للهجرة في بغداد، ونشأ فيها يتيما، وقد كانت بغداد في ذلك العصر حاضرة العلم الإسلامي، تزخر بأنواع المعارف والفنون المختلفة، وكانت أسرة أحمد بن حنبل توجهه إلى طلب العلم. اختلف المؤرخون في موطن ميلاده، فقيل أنه ولد بمرو في بلاد فارس حيث كان يعمل أبوه وجده من قبل، وقيل أنه ولد ببغداد بعد أن جاءت أمه حاملا به من مدينة مرو التي كان بها أبوه، وهذا الأخير هو القول الراجح عند جمهرة المؤرخين. فقد ابن حنبل أباه وهو طفل صغير، والمعروف أن أباه مات بعد ولادته، ولقد قامت أمه بتربيته في ظل من بقي من أسرة أبيه، وكان أبوه قد ترك له ببغداد عقارا يسكنه، وآخر يغل له غلة قليلة تعطيه الكفاف من العيش، فاجتمع له بتلك الغلة الضئيلة أسباب الاستغناء عما في أيدي الناس. نشأ ابن حنبل في بغداد وتربى بها تربيته الأولى، وقد كانت بغداد تموج بالناس الذين اختلفت مشاربهم وتخالفت مآربهم، وزخرت بأنواع المعارف والفنون، فيها القراء والمحدثون والمتصوفة وعلماء اللغة والفلاسفة والحكماء، فقد كانت حاضرة العالم الإسلامي، وقد توافر فيها ما توافر في حواضر العالم من تنوع المسالك وتعدد السبل وتنازع المشارب ومختلف العلوم، وقد اختارت أسرة ابن حنبل له منذ صباه أن يكون عالما بكل العلوم الممهدة له، من علم بالقرآن والحديث واللغة ومآثر الصحابة والتابعين وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أوليائه الأقربين. وقد اتفقت هذه التربية أو هذا التوجيه مع نزوعه النفسي وما كانت تصبو إليه همته من غايات، فقد وجهته أسرته إلى القرآن الكريم منذ نشأته الأولى فحفظه، وظهرت عليه الألمعية مع الأمانة والتقى، وكان ابن حنبل وهو صبي محل ثقة الذين يعرفونه من الرجال والنساء، وقد عرف باستقامته بين أطرابه وكل الناس، يتخذه الآباء قدوة لأبنائهم،
طلب الحديث في فجر شبابه، وكان المحدثون في كل بقاع الأرض الإسلامية، وكان لابد للإمام أحمد أن يأخذ عن كل علماء الحديث في العراق والشام والحجاز وتهامة، ولعله أول محدث قد جمع الأحاديث في كل الأقاليم ودونها، وإن مسنده لشاهد على ذلك، فهو قد جمع الحديث الحجازي والشامي والبصري والكوفي جمعا متناسبا. وقد بدأ اتجاه ابن حنبلة إلى الحديث من سنة 179 للهجرة، واستمر مقيما ببغداد يأخذ من شيوخ الحديث فيها ويكتب كل ما يسمع حتى سنة 186 للهجرة، أي أنه استمر بطلب حديث البغداديين نحو 7 سنين أو أكثر، ثم ابتدأ في هذه السنة رحلته إلى البصرة، وفي العام التالي رحل إلى الحجاز، ثم توالت رحلاته بعد ذلك إلى البصرة والحجاز واليمن وتهامة وغيرها في طلب الحديث. محنة الإمام أحمد. سبب المحنة التي وقعت بأحمد بن حنبل هو أن الخليفة المأمون دعا الفقهاء والمحدثين أن يقولوا مقالته في خلق القرآن، فيقولوا أن القرآن مخلوق محدث كما يقول أصحابه من المعتزلة الذين اختار منهم وزراءه وصفوته، ولكن أحمد بن حنبل لم يوافق المأمون في رأيه ولم ينطق بمثل مقالته، بل كان يقول إن القرآن كلام الله، وقد أدى ذلك إلى نزول الأذى الشديد به، والذي ابتدأ في عصر المأمون ثم توالى في عصر المعتصم والواثق بوصية من المأمون واتباعا لمسلكه، فاستمر حبسه 28 شهرا. عاش أحمد بن حنبل فقيرا مكدودا محدودا، ولم يعش مجدودا ذا مال وفير، وكان يؤثر الخصاصة على أن يكون ذا مال لا يعرف أنه حلال خالص أو يكون فيه منة العطاء، وكان يؤثر ذلك على أن يقبل العطاء. وفاته. إذا أردنا أن نقلب صفحات حياة هذا الإمام كلها سيطول بنا المقام، ولكن حسبنا الإشارة والتذكير وفاء لعلمائنا وأداء لبعض حقهم علينا، وربطا للناس بسيرهم التي ورثوها من المنهج النبوي واستقوها من معين الكتاب والسنة. مرض الإمام بالحمى، فكان يتنفس تنفسا شديدا، فدخل عليه الناس أفواجا أفواجا فيسألونه ويدعون له، ثم يخرجون فيدخل فوج آخر، وكثر الناس وامتلأ الشارع وأغلق الزقاق. مات الإمام أحمد بن حنبل في وقت الضحى من يوم الجمعة في 12 من شهر ربيع الأول سنة 41 و200 للهجرة، وهو ابن 77 سنة، ودفن بعد صلاة العصر. روى الأئمة الثقة والحفاظ الأثبات أن عبد الوهاب الوراق قال: ما بلغنا أنه كان للمسلمين جمع أكبر منهم على جنازة أحمد بن حنبل، ولقد شهد جنازته 1000 من الرجال و60 من النساء، وأسلم يوم موته أناس من اليهود والنصارى والمجوس، وبكى جميع الناس على موته، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وألحقنا به مسلمين. هذه مسيرة حياة عظيم من عظماء هذه السلسلة ضمن عظماء في الذاكرة، وما هذه الحلقة القصيرة التي نقدمها لكم إلا ذكرى لهؤلاء العظماء الذين أثروا في العالم لقرون كي لا يموت ذكرهم في قرطاس الذاكرة. مشاهدين الأوفياء، تفضلوا بالاشتراك معنا في قناتنا علي عبيد لكي تتوصلوا بأحدث الفيديوهات التي نقدمها لكم في أبهى حلة وأجمل صورة وأحسن تقديم بشكل مستمر ودائم.